بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قبل ربي إن شاء الله الطاعات والقربات وقذي مثل ثني رحمة ربي ثلاث سنة عفو ربي أتصيق مثل أما سيد مستقي شعلم ذي خيرنت مناظين انت مورث الزاير أما ذي فقايث أما ذي ثوفيرة البويرة أما ذي سكيك دا ما ذي جيجي لما يثمن هذه النظن يكفي ذي ولايات النظن ذين قريحا ذين قصيحا سواطاس ذين دي إن شاء الله ذي بعض ربي ثلوفا ذي بعض ربي ثمس فلنا مرة أما ذي الدنيا ثم ذي الأخر نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العافية في الدنيا وفي الآخرة أما كان ذني غيث مثلا ذين قريحا موثن أمعنا العزاء العزاء أم قران ثني جعل ربي من الشهداء والحمد لله ثقي ثكد فوذ ثكد فدا ثكد صفر يوزون تسا خطر ماشي ذيني سهلا ولا ذقوال وزو انت السا مثزة ثسا ولا شو يقرحنا من الموت ذا شو دي تساكنا فوذ ذا شو دي تساكنا السيرم ما رانظر باللي يسعى سعى اللاجر يعني نثق بالربي ان شاء الله من الشهداء وديزنا ربي صبر يكوي مولا اقلاوك ذي مولا سن اما ذو قاذي موثن ديث مستا اما ذو قاذي موثن السبان يظن يا اخي قارن المثيوث السبا ماشي ذيوث المثيوث السبا ماشي ذيوث الحاج رمضان في الله يعفو يرحم قوال تواسن سواطاس إناس صلاة في النبي الطاهر نتساند فاف الشفاعة فقسط الموث زيغ ثوعر اشحالي فردان الساعة اشحالي فردان الساعة يكفغو يغزي في العمر لابد داوز الساعة اثني جعل ربي من الشهداء وديزنا ربي الصبر ان شاء الله والصبر يفكيس ربي سبحانه الأجر بغير حساب كل حاجة سعى الميزان الأجر تظل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة وفي رواية بخمسين وعشرين جزءا وفي رواية ضعفا هذه المصطلحات الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة أما درجة نضعفا نجزءا 27 محددة ولكن يمدي وضع سيدي ربي يعني يفكى إلى جر يوين إلى جر يوين الصفران بلا ثيلس بلا ثيلسة إناد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقيذ الدواء يوزون تسا ذي الدواء يوزون تسا ربي ناد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بلا ثلسة بلا الحساب وقد يتسكن فدا يوقاذوا مثل زاث الساعة نصب ربي أين النظام ينادى ربي ذي سورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بعدين وبشر الصابرين أغجر ربي سوين يقفغ فقد مسألة مهمة في الإيمان ثلاث قواعد أساسية في قد نزور ذيك سنت أغجر ربي سوين يقفغ ماشي سوين ينفغ هذه مهمة إلا وقسان فيش دفو بطاقة الرغبات ولا شو كسعان ولا شو كسعان بطاقة الرغبات أكد ربي سبحانه أسيني يا ربي جرفي سوين ثفغيل سوى كذا وكذا وكذا خط إذن قاعدة مهمة في الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر إن داغي جرف ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا في سناف أغي جرف ربي ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا ثلث سد قنفذو أقلاق قنفذو قنفذو يضرع شو يضرع
الشعل ارثمس ذي الشتوى الشعل تقول نبذو يحمل حال ضازغال ذين اكو زار المدن باش ادن مكثي في مست الاخر ونستسو ثارا في نقواران ساقين دوني ثاستساقواذ سي فينا الاخر يمغدينا ربي في سورة البقرة في آخر ما أنزل وهي الآية 281 من سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اطمئنوا معاشر البشر لا ظلم عند الله وإن جربتم مرارة الظلم في دار الدنيا اطمئنوا اكستغفوا لي ولونون كستغولي في ولا ونوان سيدي ربي العدل والعدل المطلق إذن أغي جرب ربي سويني كفغا ماشي سويني نفغا سامزواروث في سناف أغي جرب ربي سويني كفغا من مي كفغا ماشي من مي نفغا ولا شوري اختيارا وقت الابتلاء يوباس يوث تفاميلت سعان الميت ذقوس العيد دقوس العيد لا لوكا ذي هضرا ناس لو كان كان سيدي ربي غادي يستقصي في اللاس من بعد العيد وقيل هذا هو الانسان وخلق الانسان ضعيفا كي دينا ربي سبحانه في صورة النساء الايه 28 ربي يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ربي غادي يخفف في اللون الحمد لله تخفيفات مختلفه في مجالي العبادات والمعاملات اما ذي العبادات زرمك التخفيفات وزمي ضري ومان ولا شامن روح تيمم تخفيف ورزمي ضاد زاد سوا الدود زر ستريميث تخفيف ورزمي ضار ستريميث في ذيس اي فوس الماض في نجنيث المهم زال القبله وتسوفي ضارا وتسين ضارا ثنوضاض اجتهد صلي عند ثوفيض عادي تخفيف لذلك تخفيفات كثيره تخفيف الابدال تخفيف التقديم الزلظ في السفر مثلا العصر وقت الظهر ركعتين ركعتين قصرا وجمعا تخفيف استاذر الوقت الضيف لك الحال ولا شو غليف الحرج مرفوع وما جعل عليكم في الدين من حرج سورة الحج الآية 78 آخر آية الظالث أنت جمع تأخير تخفيفات تخفيفات في مجال العبادات كما كدنا وفي مجال المعاملات ضغال مجال المعاملات فسيح ثقلقي إشارات فقط باش نزر باللي ربي سبحانه يناد وخلق الإنسان ضعيفا وكذاقي أحليل ما كان درنا يوعر وزون تاسا إنك لو كان كان سيدي ربي غادي يستقصي في اللاس من بعد العيد ولكن ذي ثيذت نزراياك ربي تشاوريون ميديوس لاجل قيون يساد لكل ولكل أجل كتاب وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويرغيك ويموث أكادننا سمح في سلهلك وبلا لهلك أتفضيون يطص استزمر في ما شاء الله صبحوا فانتد مولان يموث يموث تسيذ تلموثي وتسبى ماشي ذيوث ولكن وين مكتب ربا ذي مثل ذي مثل نكون فاشان ركاز القاعدة في السنثاقي أغي جرب ربي من الميك فغا ماشي من المين فغا في ثلاثة أغي جرب ربي أكني فغا لا دوز تختلف أكني فغا ماشي أكني فغا ثاقي ذا مهمة جدا خطر ثورة سمحتي عدد كورونا في اللانغ إلا وين تطفي كورونا سمانة سمانة يكر وتطفي ثاكور وتصوض ثار سبيطار صافي ثم خلف لي دوز وكيد شغل سيدي ربي يغيهم من كوني
لعثافني ماشي باطل تجي مهمة جدا. أدنى مكتي مرة أخرى ربي مدينا وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الأمر النظن مهم جدا أن الدنيث عامرة بالمفاجآت، الدنيث عامرة بالمفاجآت للسيربريز، بمعنى وش الحركة لك في اتجاه واحد دائما ليسر ليسر خاطئ، كانك أدغلي المفاجأة مدام نظري يرى ثقي أرغي السوضا باش نحرص على استثمار أوقاتنا في الصالحات. وإذا أنا عرض شو من زمر أنخدمي وذمر ربي باش العثاف النغيك مرة أثنغلث ذي لخرث ذي ثيرة. نختم المجلس إن شاء الله الدعوة الخير يوجد غيجان أرغان موثن نوجد موثن سبا نظن الموثي والسبا ماشي ديوث الفلسني عفو ربي أسني رزق ربي جنة الفردوس أثني جعل ربي مع النبيين أثني جعل ربي مع الصديقين أثني جعل ربي مع الشهداء أثني جعل ربي مع الصالحين وحسن إليك رفيقا إموظن أثني شفو ربي وكذا كوي قرغان سلك نجرح أثني شفو ربي إن شاء الله عاجلنا أجلا كن وكن مثلا ما كن يفكر ربي ثزمر ثزمور وكن يفكر ربي السر ذلي سر وكن يفكر ربي ثلاثة سر إن شاء الله أنت تبغى ميقضى أنت قال ميقضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.